السلام عليكم. دائما في مصطفى الصويرية منظر غير جميل وغير معتاد، ولكن عادي لأن مع التغير المناخي وداك الشيء مرة مرة كتجي شي ماريوت، مرة مرة كيجي شي ميني تسونامي، كيكونوا هاد لي فراكتور. كنظن أنا في هاد لو سابور دوك هنا في الصويرية كاينة شي فراكتور في السيبور تحت السوكل، كنقولوا لي السوكل في الجيولوجي، واللي عطات مع لا ماري هاد لو بتي افوندرومون. شوفوا في دو لوتر كوتي، الا لاحظتوا هنايا الرمله اللي هابطه باينه شي سوباسمون ولا ابيسمون، ولكن مالغري ذلك راه دغيا غادي، راه هنايا دار واحد لا كلوتور. شوف اون ميم طون لو فيلاج لا بوتي دي بيزاج كلوتور هو الكرياج باش يصلحوها. يلا ساعة سعيدة ونزوميو على هذا المنظر ديال البحر.